ما هذا؟ هذا عمود يهودي قاصفت نفذت عودي، أنا قائد حزب الله استهدفت على الحدود. ما هذا؟ هذا العمود الأسطورة سمعت بصيط المعمورة، إعلام الحزب المقاوم عرضوا بالصوت وبالصورة. من هذا؟ هذا حسن زميرة عنده مقولة شهيرة، حيفا وما بعد حيفا وطلعت حيفا كذب كبيرة. من هذا؟ هذا الحزب الشيطاني ذيل الصهيوني وإيراني، قال إنه طارق الأقصى بيمر من قلب الزبداني. من هذا؟ شفنا وسمعنا خطابه عالساحة جمهوره جابه، والدم بيجري بغزة وهو متخبي بسردابه. من هذا؟ صهيوني ماسك له الجامو ويعادي بس بإعلامه، دجال وعميل وخاين واضح كل شي بكلامه. من هذا؟ هي هي القصة كلها عنك يا غزة ما تخلى، لو سألنا هالعمود بيحكي سيرة حزب الله لن يسبى العمود مرتين.